أولى محطاتنا الصباحية لليوم رح نكون فيها لنحكي أكثر ونتعرف عن الواقع في عين ترما، وأيضا كيف هي الحالة اليوم بعد تحريرها بفضل رجال الجيش العربي السوري وعودة الحياة إليها، وتحديدا نحن قلنا من حارة العسة اللي أهالي الحارة استضافونا اليوم ضمنها. ومعنا للحديث عثمان سلام مختار عين ترما والدكتور أحمد العلي رئيس بلدية عين ترما. ما يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا، شكرا فيكم اكيد ترمى. للاستضافه. صباح الخير لكل سوريا من عين ترما. اكيد بدنا نبلش معك مختار، خلينا نحكي ونرجع بالذاكره شوي لورا للحظه، يمكن لاكثر من سنه ونص، للحظه التحرير بفضل سواعد ابطال الجيش العربي السوري اكيد وصمود اهالي عين ترما. خلينا شوي نسترجع هاي اللحظات مع بعض. تحيه اول شيء للجيش العربي السوري اللي حرر المنطقة وأعاد الأمن والأمان إلها، وتحية لرئيسنا الدكتور بشار الأسد صاحب قرار الحسم بتحرير الغوطة وتحرير عين ترما. فعلا نحن ب 23 آذار 2018 دخلنا برفقة الجيش العربي السوري لعين ترما وتحررت من الإرهاب من هداك التاريخ لهلا. نعم، يعني أكيد كمان بدي أتوجه لك دكتور أحمد، سنة مرت، تفاصيل كتير طبعا سبقت هذا العام اللي هو عام التحرير، خلينا نحكي شوي عن التفاصيل اللي سبقت عام التحرير. هلأ نحن قبل التحرير تواصلنا كتير مع أهلنا المحاصرين هون، ونسقنا مع الجهات الحكومية اللي نحن نمثلها كبلدية، وحاولنا بشتى الوسائل انه نفتح لهم طرق امنه، لكن الارهابيين اصروا ياخذون دروع بشريه ويقيوا بالبلد، لكن بقاوا بالبلد من خلال التواصل معهم قدرنا الحمد لله رب العالمين انه تعاوننا نحن مع الاهالي البقيين هون، فتحوا لنا طريق ورفعنا العلم السوري عندما دخلنا ب 23/3 مع الجيش العربي السوري، فكانوا الاهالي كثير متعاونين معنا بشكل كبير كبير، يعني حتى في ناس راح نحكم عليهم بالاعدام انسجنوا، في ناس سبقونا فتحوا لنا طريق بطريق الوادي عين ترما لانهم عم يستقبلونا، يعني هدول فاتوا على دمهم وموجودين حاليا هلا هون بالبلد بيو، فصمودهم بالبلد يعني أكيد انا بشبهه. راح يكون معنا ضيوف من هاي الاهالي راح يكونوا ضمن حلقتنا اليوم. احنا اول ما دخلنا كبلديه ومع التعاون مع الفرقة الحزبية ومع الشباب كل قيادة المحافظة والفرع الحزب عملنا اجتماعات انه نحن في عنا حالات اسعافية بالبلد اللي هي كانت جوع، في ناس صار لها اسبوع مؤكلة 10 ايام بدون اكل وشرب، فدغري مباشرة حكينا مع سيد المحافظ بعث لنا 13 سيارة مواد غذائية، دخلنا الخبز، من بعد 4 ايام فتحنا فرن بعين ترما واشتغل، بعد 4 ايام مباشرة من تحرير البلدة عملنا مستوصف حكومي عن طريق وزارة الصحة، ومباشرة عملنا عيادات متنقلة، لقينا حالات مرضية كتير، أطفال مرضانة، حتى الأغنام الأبقار حكينا مع الزراعة بعتونا العلف، بعتونا لقاحات، أطباء بيطريين، فحتى دخلنا بعد شوي بعرف المختار أنه لما دخلنا على الوادي الأرض يابسانة ما في مي، حكينا مع موارد المائية كمان مباشرة بعتونا ورشات العمل، فتحنا المي رجعت سقت الأراضي، فالحمد لله يعني استطعنا بفترة التحرير هاي الحلوة رجعت الحياة بشكل لعين ترما سريع جدا، يعني هالأسبوع زمان الخبز الأكل كل شيء كان حالة إسعافية. أكيد بعد فترة بلشنا بقى بدنا الخدمات الثانية اللي هي الكهرباء الماء، تعاوننا مع مديرية الكهرباء بعتونا 4 محولات هلا وزعناهم بعين ترما، هلا بقول عندي 50% من البلده فيها كهرباء، منظمات دوليه تعاونوا معنا كمان، هلا عندنا مضخات مي صار عندنا عم يضخوا مي، فالحمد لله هلا كمان المي بلشت تنضخ بالبلد، في نسبه دمار كبيره هلا يعني مخلفات الارهابيين، لانه عين ترما بالذات بيعرف المختار انه احنا لحد 2012 ما عندنا شيء، نهايه 2012 بدايه 2013 دخلوا مجموعات غريبه عن عين ترما، هاد دخولهم هن اللي اثروا وعملوا الفتنه بعين ترما، ولكن نحن كاهالي عين ترما وسكان عين ترما لحد 2013 نحن محافظين سنه ونص بعدين تماما، يعني القرى المجاوره كانت كلها فيها ارهاب وفيها نحن عندنا ما في نسهر، والاسواق الخير كانت للساعه 2 بالليل 3 بالليل شغاله، وهذا الشارع حي العسل اللي قاعدين فيه نحن هون هذا تلاقيه 24 ساعه شغال لحد 2012 نهايته،
لما دخلوا بقى مجموعات من باقي المناطق المجاوره وبلشوا ياخذوا عين ترمه كونها قريبه ملاصقه للشام دمشق، ياخذوها مثلا بدهم يدخلوا من هون على دمشق، فقدروا محون سلاحهم فقدروا يسيطروا على بعض الاحياء، ومما ادى يعني دخل الجيش العربي السوري بالاخير. نعم تمام. سلمى مثل ما شايفين يعني نحن في واقع خدمي موجود بهالمنطقه، وكنا عم نشوف اشخاص يمكن ما بعرف اذا من لحقهم يمكن كانوا عم ياخذوا الخبز. بدنا نشوف الكاميرا، شغل المايك، يمكن هم موجودين هون. مرحبا، صباح الخير. صباح الخير، الله يعطيك العافية. الله يعافيك عندك يا رب. خبرنا، فايقين الصبح يمكن وعم نجيب الخبزات؟ فايقين من بكير، من الساعة شي 5:30 الصبح رايحين نجيب الخبزات، لأن الخبز هون قليل صاير عنا والكمية قليلة للطحين، فشال اللحية دورنا اللي احنا نلحق خبزاتنا. خبرني أول شي، حضرتك من سكان عين ترمة؟ سكان عين ترمة أنا من هون. كيف مرت السنين، نقول الوقت كان موجود الإرهاب، طلعتوا من عين ترمة ولا لا انتم من الأشخاص يلي ضليتوا متمسكين بالأرض ببيوتكم هون؟ احنا تمينا هون الحمد لله، يعني متأمنين انه كان يفوت الأسد لهون لعنا ورجاله وينغزونا من الشغلة اللي احنا فيها، والحمد لله وان شاء الله ما بتنعاد هذيك الأيام علينا غير بالخير والسلامة. أكيد. والحمد لله اللي فات الأسد ورجاله علينا لهون وجابوا لنا النعمة لعنا لهون. يعني انتوا الله يجزيكم الخير كمان. اكيد ابطال الجيش العربي السوري هن حماة سوريا وحماة ترابا. طبعا كان الفضل الاول والاخير لله ولهم الجماعه هذول، الله يبارك فيكم يا رب. اكيد كمان رح اخذ كمان. مرحبا، صباح الخير عم، يعطيك العافيه. فايقين الصبح وعم بكير والله عم نجيب الخبزه. خبرني اول شيء كيف عن واقع عين ترمى اليوم، عن الواقع الخدمي، يعني الكاميرا شايفه تفاصيل الحياه موجوده، الاطفال الصغار يعني مثل وين؟ الحمد لله رب العالمين، بالف خير بالف خير الحمد لله. أي. الحمد لله ما في احسن من هيك. كيف انتم حضرتك من سكان عين ترمة؟ من سكان عين ترمة، لا طلعنا ودلينا متمسكين الحمد لله، ولا فتنا ولا طلعنا، دلينا قاعدين هون. كيف اذا بدنا نرجع بالذاكره شوي لورا، كيف مرت عليكم هذيك الايام؟ والله صعبه كثير، صعبه صعبه والله. ولا الحمد لله بالف خير. الحمد لله الله مفضل علينا. امين الحمد لله. في هيك يعني صعوبات يمكن عم تكون اكيده موجوده، لانه يمكن الوجع كان كبير، ولكن بصمودنا الحمد لله الله يذكر الخير. اي والله الحمد لله الف نعمه الحمد لله. اكيد يعطيك الف عافيه. كمان رح احاول اخذ احد الاشخاص. مرحبا، يعطيك العافيه. يعافيك يا رب. اليوم فايقين مثل الكل جايين ناخذ الفطور والخبز هاي التفاصيل. خبرني اليوم كيف عشتوا هاي التفاصيل اليوم، اذا بدنا نرجع نحن 7 سنين لورا يمكن كيف كانت هاي التفاصيل اللي عشتوها هون؟ والله صعب كثير 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 صعب، يعني مو الحمد لله رجعنا وضع طبيعي الحمد لله. كنت من الاشخاص يمكن اللي تركوا عين ترمى ولا لا؟ لا والله دليت والله. معناته كان في صعوبات كثير؟ والله كثير مو شوي، والله كثير كثير كان، بس الحمد لله فرجت علينا الحمد لله صدر السياسه الرئيسيه. طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن الواقع الخدمي اللي موجود عندكم، كيف شايف الوضع؟ الحمد لله منيح. بنقول وين صرنا؟ وين كنا؟ وين كنا وين صرنا بالعكس انا وياك. كمان رح ناخذ احد الاشخاص. يعطيك العافيه. مرحبا، يعطيك العافيه. جايبين الخبزات للاولاد، جايبين الخبزات الصبح طالعين على الفرن مشان نطعم اولادنا. اكيد. كم ولد عندك؟ 5. 5، الله يخلي لك اياهم. كيف يعني حضرتك اليوم كأب اليوم اكيد الخوف كثير بيكون على اولادنا يمكن، كيف عشتوا هي الفتره 7 سنين هون بعين ترمى؟ جحيم والله، يعني صعب كثير العيشه عشناها هون، صرنا ناكل الحشيش ناكله هون. تنذكر وما تنعاد. تنذكر وما تنعاد. هلا خبرنا حضرتك تركت المنطقه ولا لا؟ لا ما تركت، ضليت هون. اكيد يمكن كل الاشخاص اللي اخذناها انتم اللي بقيتوا هون اكيد في مصاعب يمكن كثير واجهتوها، عن جد قصص صمود انه الواحد يضل متمسك بارضه، انتم مثال يحتذى به، ما اكيد تعرضتوا يمكن لكثير تهديد لكثير خطر. خبرني ما كنت اخذوني اعتقلوني شي 4-5 مرات نزلوا فيني قتلوا كسروا لي رجلي وصاوبت هون الحمد لله فضل الجيش العربي السوري. السبب ليش اخذوك؟ اخذوني هيك لاني كنت روح على جوبا لقوه البلاستيك وزبالي طعمي اولادي بيحهم طعمي اولادي. تنذكر وما تنعاد. الله يقويك. هلا كيف بعد يمكن نحن عم نحكي عن اكثر من 1.5 سنة اكيد الواقع اختلف، كاميرا الاخباريه اختلف خيرات الله الحمد لله. عم تبعد اولادك على المدرسه؟ الحمد لله بعتهم على المدرسه بامهم، الاول ما بعتهم ابدا 5 سنين ما بعتهم على المدرسه ابدا، لا حطيتهم بالمدرسه. وهلا الواقع كيف شايفينه هون؟ الحمد لله فضل الجيش العربي السوري فضل بشار الاسد
الحمد لله عشنا بأمان. أكيد أكيد، شكرا كثير لك أكيد والتوفيق. يعني مثل ما شفنا سلمى، تفاصيل الحياة موجودة هون، رصدناها يمكن بتفاصيل الحياة البسيطة اللي منعيشها نحن بكل سوريا. الصبح منفيق منجيب ربطة الخبز، وهون بعين ترما إن شاء الله رجعت القصص كلها، أو رجعت يمكن بدنا نقول الحياة مثل ما كانت. نعم. وأحسن إن شاء الله بالأيام القادمة. نعم نرمين، يعني مثل ما شفنا زميلتي نرمين قامت شافت الناس يمكن اللي هن رجعوا شوي لتفاصيل حياتهم الطبيعية، اللي هي مثل ما كنت عم تحكي أنت كمان قبل ما تلتقي فيهم، كيف رجع المخابز، رجعت خلينا نقول المفاصل الأساسية، مفاصل الحياة الأساسية. هون خلينا نحكي شوي عن كيفية ترميم مدينة عين ترما، وكيف اشتغلتوا على هذا الشيء طيلة فترة العام اللي مضى. هلا احنا من توجيهات السيد المحافظ بلش انه يعيدوا فتح الطرقات الرئيسية، البنية التحتية إعادة تأهيلها، فبلشنا بالتعاون كثير مع الأهالي هون، لأن آليات البلدية لأنها كلها شبه مدمرة يعني بنتيجة الأعمال الإرهابية اللي قاموها، حتى قبل ما يطلعوا على قد حرقوها هون آلياتنا. فبلشنا نتعاون مع الأهالي، اللي عنده آلية من الأهالي ساعدنا، بلشنا فتح الطرقات الأساسية، فتحناها، نظفنا الشوارع بشكل كلي تقريبا، غير الابنيه المدمره لسه بدها عقود وعادة الاعمار. الصرف الصحي كمان قمنا باصلاحه بشكل كبير. الامور الخدميه الثانيه، القمامه بلشت العالم ترجع، ما كان في اكل شرب، القمامه هلا صرنا بشكل يومي عم نشيلها بنجمعها وترحيلها. بالصيفيه بلشنا برش المبيدات، يعني كان في ذباب كتير، كان في العفو الحيوانات الميتة بالطرقات هون، كمان قمنا بردمة وتواصلنا مع الجهات المعنية برش المبيدات يعني مشان أضرار الذباب والحشرات اللي كانت موجودة بالبلد. فالحمد لله كتير البلد هلا بتشوفي من وقت 23/3 الآن اختلفت عنا كتير كتير، اختلفت. بيعرف المختار والشباب كلهم بيعرفوا هون انه كيف البلد كانت كيف صارت هلا. سلمى بدي ارجع لاستاذ عثمان، خلينا نحكي اليوم اكيد لما نقول للاشخاص رجعوا على عين ترما الكل بده يرجع، الكل يمكن في ذكريات هون اختزنيتها هي الحارات، ولكن يمكن نحن بحاجه جهود، واولا يمكن اعاده ترميم المنازل. خلينا نضوي على هي القصه، كيف عم تتم اليوم بعين ترما وكيف عم يتم التعامل مع الاهالي بهالخصوص؟ هلا نحن عم نسهل كثير رجعه المواطنين، كل واحد حابب يرجع لبيته عم يرجع، اللي بده يرمم اضراره صغيره عم يرممها لحاله، اللي ما بيحسن يرممها عم بياخذ ترخيص من البلديه، رخصه ترميم، يعني بيكون اضرار كبيره، فالاضرار الصغيره بتترمم مباشره وبيرجع بيسكن ببيته، الاضرار الكبيره عم ياخذ رخصه ترميم، زائد في اللي عندك الاضرار اللي ما بيحسن يرممها، في عمل ضبط للاضرار عم يستنى تعويض مشان يرجع يرمم، فكتير سهله رجعت العالم على عين ترما. نعم. إيه؟ طيب اذا بدنا نحكي اليوم عن حجم العوده اليوم بعين ترما، اكيد مره شهر عن شهر عم يزيد الاشخاص، خلينا نحكي اليوم عن عدد يمكن الاشخاص اللي رجعوا على عين ترما. وقت فتنا على عين ترما كان في حوالي 5-6 آلاف نسمه بعين ترما، هلا حاليا صار في اكثر من 30,000، يعني حوالي 6,000 عيله رجعوا تقريبا على عين ترما. طبعا لقوا خدمات عم تتحسن، الامور عم تتحسن، مواصلات صار في، كهرباء في، مي في، والعالم ملت من الاجارات، فالواحد بيته اولى، عم يرجع لبيته على حارته، مسقط راسه، اكيد بلده، يعني عم يرجع عليها. يعني شايفين هي الحاره، يعني جزء كبير من المباني ما تضرر، هذا شيء كثير منيح، ويمكن حتى البيوت اللي متضرره شفنا الاهالي رجعوا عليها على حالة ورجعوا مرة تانية، رغم هذا الشيء أصروا أنهم يرجعوا على بيوتهم كيف ما كانت. خلينا نحكي عن التنسيق بهي الحالة، يعني في أشخاص قدرت ترجع بيوتها بسهولة، في أشخاص بحاجة يمكن لمساعدة، عملتوا إحصائيات عن هذا الموضوع؟ صدقيني هلأ في كثير عوائل ساكنين بيوتهم بدون شبابيك، بدون أبواب. تماما شفنا هيك، بس أنه أول شيء عين ترما إلا ميزة، عين ترما قربة من دمشق، يعني هلا من هون لباب توما 3 كيلومتر، يعني تمام. انا بمشي 10 دقائق بكون باب توما. هلا ليش الاهالي حبت عين ترما ورجعت عين ترما؟ عين ترما حيويه 24 ساعه كانت الناس ما تنام فيها. فهلا اللي الاجارات مثل ما حكى المختار بدمشق غاليه كثير، فنحن ليش انا بجي برمم بيتي اجار شهر 50,000؟ لا برمم غرفه وبعيش فيها. الثاني نحن كبلديه هلا
اي مو نحن بس حفاظا على السلامة الإنشائية بيطلع المهندس بيشوف البناء إنه سليم إنشائيا بيقول له إيه تفضل عدل نعطيه موافقة إنه يطلع رمم بيتك. فالحمد لله نسبة كبيرة هلا، وكل هلا تسألني بعد ما تخلص العام الدراسي رح تلاقي عودة كتير كتير الأهالي. اثنين أنا بحب أحكيها الأمانة يعني عنا حتى الرئيس القطاع أنه مسهل الأمور للمواطن، ما فيها التعصيب يعني. المواطن بينه وبين الجيش العربي السوري عم يجي على الحاجز، اهلا وسهلا تفضل حط هويتك، اذا ما معه اقامه هون بالبلد بيحط هويته بيطلع بياخذها. فالامور سهله. المواصلات لهلا الساعه 11 بالليل بتجي بتلاقي في مواصلات على الانترنت، في مكريات عم تشتغل. نحن والمختار وامين فرقه بلشنا نفعل الحياه بشكل نسهلها للمواطن. الدكتور بده يفتح عياده دغري نعطيه موافقه تعال اشتغل، الصيدلاني نسهل له اموره. يعني اي صاحب منشاه صاحب محل بده يشتغل يعني مع نحن بنجتمع مع بعضنا رئيس القطاع والمخفر والحزب والبلديه، الفعاليات الاساسيه بالبلد عملناها كل اسبوع عندنا اجتماع شو في مشاكل البلد عم نحلها وعم نسهل امور المواطن ليرجع يعيد حياته الطبيعيه. اللي عنده مثل ما قلنا منشاه رجع فعالها، اللي عنده دكانه حب يشتغل، ابن مصلحه الحداد النجار عم يشتغلوا، فاعطينا اريحيه بالعمل فما عم نوقف نحط عقبات. تمام. يعني نحن حكينا عن الوضع السكني، لما نحكي عن عودة أهالي سلمى أكيد نحن بحاجة محال تجارية تفتح لتنشط الحياة أكثر، لتشجع الناس لترجع بالمكان اللي نحن موجودين. يمكن حوالينا متوفر كل شيء من أي شيء بيحتاجه المواطن اليوم، من ألبسة، من ألمنيوم، من صيدلية، كله موجود حوالينا. خلينا نحكي اليوم عن أهمية أو تركيزكم على فتح هاي المحال التجارية اليوم بعين ترمى لتخدم أكبر فئة من المواطنين. هلا المحلات نحن كل واحد عنده محل عم نعمل له عوده لهون عم يرجع يفتح محله. صار متوفر عنا كل شيء، يعني ما بيضطر المواطن ينزل على الشام ليجيب اغراضه. البسته موجوده هون، اللحام موجود، الخضري موجود، البقاليات موجوده، فكل التسهيلات حتى من البلديه في تسهيلات انه كل واحد بده يضبط محله يرمي محله روح افتح انت واشتغل مثل ما بدك، يعني ما في اي عائق قدامه. ملكيته المحل. تمام نسبه ملكيته ايه. فلذلك العالم عندها رغبه انه ترجع. فالمحلات لسه اللي ما فتحت حوالي 50% خلال شهر يمكن، او في كثير عالم عم تستنى لحتى يخلص الموسم الدراسي مشان اولادها مرتبطه بالمدارس. مجرد ما خلص كل العالم رح ترجع على عين ترمى. اكيد يعني عين ترمى رح ترجع تنسكن 100%. اكيد شايفين الحركه بشكل طبيعي، يعني عدد كبير من المحلات. وهلا رح نكون كمان بجوله ونتعرف كمان على الوضع بشكل عام يعني خلال هي الفترة. كمان خلينا نحكي شوي يمكن عن الخدمات. يمكن مؤسسات التجارة رجعت مرة تانية تقدم خدماتها، قطاعات كتير نحكي عن هي أهم الخدمات اللي حاولتوا فورا تمدوا فيها السكان أول ما رجعتوا على عين ترمى. مجرد ما دخلنا على عين ترمى فتنا نحن وسيارات الخبز تقريبا. سيارات خبز، سيارات المي، مية بقين. اليوم الثالث دخلت سيارات الغاز، توزع الغاز، السيارات الطبية، المراكز الطبية المتحركة. يعني تقريبا رجعت الحياة مع دخول الجيش العربي السوري على عين ترمى بنفس اليوم. فتنا نحن والخدمات كلياتها والفعاليات استلمت. رجع المختار، رجعت البلدية، رجع مخفر الشرطة، رجعت الفرقة الحزبية. يعني البلد رجعت اتحررت واستلمت زمام الأمور كلياتها. المسلحين غادروا، نحن فتنا. تمام. نحن عم نحكي عن بلد مؤسسات، فأكيد يمكن كل مؤسسة من هالمؤسسات اليوم يمكن بالكادر تبع حاولت تفوت أو تقدم الخدمات، ومثل ما قلنا الجهود إسا كبيرة. خلينا نحكي عن مشاريعكم المستقبلية. المشاريع المستقبلية نحن حاطين برنامج عمل ما بالمع التعاون مع المحافظة. عندنا شيء اسمه إعادة الأعمار، لجنة إعادة الأعمار بالوزارة الإدارة المحلية. نحن أي بلدية بتقدم كشوفات اللي عندها المقترحات. مثلا عندي أنا ترحيل الأنقاض. هلا للأمانة يعني في بعض المواطنين عم يشتكوا إنه في ردم كتير بالحارة، في كذا، الحق معهم، لكن نسبة الردم كبيرة. فنحن قدمنا كشوفاتنا، مجرد ما توافق عليها لجنة إعادة الأعمار رح نقوم بترحيلها. مثلا في بعض الحارات لحد ما وصل الكهرباء، نحن في عنا كمان نقص بالمحولات. هلا ان شاء الله وعدنا مدير الكهرباء انه بس توصل المحولات كمان رح نغذي باقي الحارات اللي لسه ما وصل للكهرباء. عم نتفاجئ بعنا حاطين خطه للمياه. المضخات المياه عم تضخ مي، يعني هلا ست محولات او سبع محولات تمام عم يشتغلوا بالمضخ المي، لكن عم نلاقي اعطال.
عم تضخ مي، عم تلاقي عطل بالشبكه، عطل بالبنيه التحتيه كانت خربانه. ايه تماما، فنحن عم نحاول نصلحها. هذا التصليح بده وقت، يعني المواطن اللي بده يكتب اخي في تقصير، لا ما في في شغل، بس الناس الخراب كثير. ايوه عم ياخذ وقت معنا حتى يرجع تأهيله مره ثانيه. فانا بوعد المواطنين ان شاء الله من خلال اذاعتكم الكريمه قريبا ان شاء الله راح تلاقوا شغل كثير بالبلد. اكيد خلينا هلا مبدأ هلا مبدئيا عم نحكي يعني كمان شفنا كثير يمكن مجموعات تطوعيه وشباب ايضا اجوا وساهموا وكان لهم دور. نعم لدعم خليني اقول عمل الدوله، يعني من خلال اما عمليات التنظيف اللي تمت او حتى عمليات التاهيل. خلينا نحكي كمان عن هذا الدور اذا بتريد. اي هلا كثير في اهالي بعرف مختار عندنا شباب يعني البلد، وقت نعمل حملة تطوعية كل واحد بيحمل كريكو ويحمل مشته وبيطلع بشكل متعاون بننظف بعض الحارات، يعني الحارات هاي منظفة لحالها. كل فترة وفترة عنا يوم عمل وطني بنعمله بمناسبة ما، تطلع العالم بآلياته وبأدواته البسيطة ومننظف بالبلد. حاليا أنا كمان في عنا للخدمات عم تحكي إنه عنا جسر عين ترما معروف أنتوا داخلين منه، هلا حاليا احنا في أنفاق لقيناها، كمان قمنا بحفر الانفاق واعاده ردمه مره ثانيه، وهلا هلا يمكن شغال المداحل والاليات عم يشتغلوا. بدنا نعيد هلا ان شاء الله الاسبوع القادم تصفيه الطريق، لانه هو بوابه الغوطه الشرقيه عين ترما، يعني من خلال عين ترما تدخلي على الغوطه الشرقيه من هون كفر بطنه صقبه حموريه، فراح يكون الطريق الرئيسي لبوابه الغوطه الشرقيه من هون. فهلا خلال الاسبوع القادم ان شاء الله بدي الزفات والاناره والارصفه تكون ان شاء الله باوجه بشكل جيد. بدنا من حضراتكم يمكن كلمة لكل المشاهدين اللي عم يحضرونا من عين ترما، شو بنقول لهم؟ نبلش من عندك استاذ عثمان. والله بنقول لهم انه الحمد لله رجع الامن والامان على عين ترما، والغايب يرجع على بيته. اللي لسه مسافر لسه عنده شك يشوف الحياة بعين ترما، الحياة رجعت، الامن والامان رجع. اكيد وانتم بدنا ننوي على شغلي، نضوي على شغلي، عم تقولوا ما في خراب كثير، الحمد لله الجيش فات بترحيب من الاهالي. الجيش ما اطلق ولا طلقه اثناء تحرير عين ترما، 23 فتنه الحمد لله ما راح ولا شهيد ولا جريح من الجيش العربي السوري. عين ترما تسلمت من قبل الاهالي للدوله. فالعالم ترجع على بيوتها، البلد امنه 100% والخدمات راجعه 100% ان شاء الله. اكيد انا اول شغله بتشكر الجيش العربي السوري لحد الان محافظ، يعني نحن عم ننام ببيوتنا لكن هن صارين على الحدود، صارين على الحواجز من اجل راحه المواطن. فأنا بشكر الجيش العربي السوري والسيد الرئيس القائد العام للجيش العربي السوري، وبشكر الأهالي اللي عم يتحملونا. أحيانا بعرف المواطن يعني بده كل شيء بسرعة، ونحن جد حابين نقدم له، بس مثل ما بيقولوا أحيانا العين بصيرة والإيد قصيرة، نحن ضمن إمكانياتنا عم نحاول نخدم بلدنا، بس بوعدكم إن شاء الله القادم أجمل. أكيد.